بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لبرايمري 5. كنا بدانا مع بعض في الفيديوز اللي فاتت يونت 3، والنهارده هناخد درس انفيرمنتال بالانس. هو درس سهل جدا، بسيط خالص، بيتكلم على حاجه اسمها انفيرمنتال بالانس. كلمه انفيرمنتال بالانس مقصود بيها التوازن البيئي. كلمه انفيرمنت يعني البيئة، وبالانس يعني توازن. وعلشان نتكلم على البيئة لازم نفهم النظام البيئي، ولازم نفهم ان احنا عايشين في سيستم. السيستم ده اسمه النظام البيئي، واي خلل بيحصل في النظام البيئي ده بيسبب مشكلة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت بصيت لي مثلا منطقة زي المنطقة دي، زي الصورة اللي قدامنا دي، هي صورة جميلة جدا. الصورة اللي قدامنا دي، الصورة دي عبارة عن ايه؟ الصورة اللي قدامنا دي عبارة عن ان انا عندي في مكان، والمكان ده في ووتر، في بحر او في مية، مية ينفع الكائنات تشرب منها، وفي شجر يعني في بلانتس يعني، وفي كاو وفي دونكي وفي هورس وفي، واكيد في اسد، واكيد في، يعني اي مكان زي ده، المكان ده مقفول على نفسه، كل الكائنات اللي فيه عارفه تعيش. بسميه ايكو سيستم، بسميه ايكو سيستم. هقول تاني يعني ايه ايكو سيستم. ايكو سيستم هو مكان متوفر فيه كل المتطلبات علشان الكائن يقدر يعيش. يعني مثلا البلانت ده علشان يقدر يشرب، مش في ووتر؟ ففي ميه البلانت، مش في الصحراء مثلا، لان في الصحراء البلانت ممكن يموت. لا، في ووتر يشرب منها البلانت. طب في ووتر يشرب منها الدونكي ده؟ في ووتر يشرب منها. طيب اللاين اللي عايش مش ممكن يروح ياكل الدونكي؟ ممكن يروح ياكله. طيب الحمامه اللي طايره مش في فروتس وفي حاجات طالعه في البلانت تقدر انها تاكلها؟ المهم ان النظام ده هو نظام فيه كل الحاجات اللي الليفنج اورجانيزم محتاجها عشان يعيش. وبالتالي هنا هنبتدي نتعرف على حاجه اسمها ايكو سيستم. وايكو سيستم لو جينا بصينا على الديفينيشن بتاعها، it is a natural area، منطقه طبيعيه، that contain some living organisms، منطقة طبيعية بيكون فيها living organisms such as plant or animal and non-living things، يعني فيها كائنات حية وكائنات غير حية. كائنات حية زي البلانت والانيمال، كائنات غير حية او حاجات يعني غير حية زي الاير والووتر والسويل. يعني في ووتر، الووتر ده non-living بس بيفيد الليفنج، بيفيد البلانت وبيفيد الانيمال. المهم ان علشان الموضوع ما يبقاش صعب، الايكو سيستم هو اي منطقه طبيعيه فيها نباتات وفيها ليفنج اورجانيزم وفيها نون ليفنج ثينجز. يبقى مكونات اي ايكو سيستم، اي نظام بيئي في الكون، هيتكون من حاجتين. هيتكون من نون ليفنج ثينجز زي الاير والسويل والووتر، ويتكون من ليفنج ثينجز زي البلانت والفنجاي والالجي والايه والانيمالز. انت لو ماشي في الصحراء وبعدين لقيت مكان جميل قوي فيه خضرة، فيه شجر وفيه مية وفيه كائنات، هو ده الايكو سيستم. او لو انت مثلا موجود في غابة، فالغابة دي تعتبر ايكو سيستم. ليه؟ لان الغابة فيها شجر وفيها كائنات وفيها هواء وفيها ووتر وفيها كل الحاجات اللي محتاجينها عشان نعيش. طيب هل يا مستر الايكو سيستم كله حجم واحد؟ يعني هل الايكو سيستم ده حجم واحد؟ لا، الايكو سيستم او النظام اللي موجود او النظام البيئي ممكن يكون موجود على هيئه ثلاث احجام، باي سايز. لو احنا قسمناهم باي سايز، ففي سمول ايكو سيستم، وفي لارج ايكو سيستم، وفي فيري لارج ايكو سيستم. من الاكزامبلز على السمول ايكو سيستم ان اريا اوف لاند اور ووتر بوند. الووتر بوند يعني ايه؟ زي اللي قدامنا ده، اللي قدامنا ده، الصوره اللي قدامنا دي عباره عن ووتر بوند. يعني ايه ووتر بوند؟ يعني بحيره صغيره جدا من الميه،
وحواليها عايش شويه كائنات. فبسمي ده ايكو سيستم. بس بسميه ايكو سيستم ايه؟ بسميه ايكو سيستم سمول، صغير، لان دي ووتر بوند، دي حته ميه صغيره او بحيره ميه صغيره وعايش حواليها كائنات حيه. طيب اللارج ايكو سيستم، اللارج ايكو سيستم ممكن يكون زي الفورست، زي الديزرت، زي ان اي ان اوشن، الغابه والصحراء والمحيط يعتبروا من اللارج ايكو سيستم. طيب في بقى فيري لارج ايكو سيستم، فيري لارج ايكو سيستم، الايكو سيستم الكبير جدا زي اليونيفرس اللي احنا عايشين فيه، زي الكون اللي احنا عايشين فيه. الكون اللي احنا عايشين فيه يعتبر فيري لارج ايكو سيستم، يعتبر ايكو سيستم عملاق. ماشي. طيب يبقى دول الثلاث احجام للايكو سيستم. طيب the relationship in ecosystem، ال 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 العلاقات جوه الايكو سيستم. في علاقات ما بين البلانت والسويل، لان البلانت بيستفيد من السويل. البلانت بيكبر في التربه، في الارض، في الطينه. البلانت depend on soil to absorb water and salt to make photosynthesis process. طيب البلانت في علاقه بين البلانت والانيمال، طبيعي جدا ان الانيمال يروح ياكل البلانت، انيمال فيد ان بلانت. وفي علاقه تانية ما بين الديفرنت انيمالز اللي احنا بقى خدناه في الدرس اللي فات، البريديشن والسيمبيوسس وكل الكلام ده. هو اصلا الدرس ده اكننا بنعيد اللي فات كله. يعني كل الحكايه ان انت بتقول لي يا مستر ان في حاجه اسمها ايكو سيستم، وان الايكو سيستم ده ناتشرال اريا بيكون فيها ليفنج ونون ليفنج، بيكون فيها نون ليفنج ثينج زي الووتر وليفنج، وان هو احجام ممكن يكون صغير، ممكن تكون بحيره كده صغيره، او يكون لارج ايكو سيستم زي الفورست والديزرت والاوشن، او يكون فيري لارج زي الايه، زي اليونيفرس. طيب لو جيت هنا اتكلمت على الانفايرمنتال بالانس، في نوعين، في حاجه اسمها انفايرمنتال بالانس، ادي تايبس اوف بالانس بقى، وانفايرمنتال انبالانس او امبالانس. الانفايرمنتال بالانس ات از ا بالانس امونج كومبوننتس، ده في بالانس، في توازن ما بين المكونات. وفي الانفايرمنتال امبالانس، الانفايرمنتال امبالانس هو ديستربنس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت بصيت على ايكو سيستم فهسال نفسي سؤال، هل مكونات الايكو سيستم ده متوازنه؟ يعني مثلا في مجموعه من الانيمالز عايشين في ايكو سيستم، عايشين في نظام بيئي، بس عدد البلانت قليل جدا، عدد الشجر والزرع اللي الانيمال ده يقدر ياكله قليل جدا، وبالتالي الانيمالز دي هتموت مع الوقت ولا لا؟ الانيمالز دي هتموت. او مثلا يكون في اسود، الاسود دي عايشين في منطقه، والمنطقه دي ما فيهاش اي كائنات زي الرابت او زي الـ او زي الديرز الغزلات وكده، فالاسد مش هيلاقي حاجه ياكلها وهيموت. فلو حصل ده ان مفيش توازن، فبنسمي ده حاجه اسمها environmental imbalance، في توازن او مفيش توازن بقى بيئي. وده بيحصل دايما لاسباب معينه، ان مثلا يجي انسان، شوفوا بقى الحكايه دي عشان دي حكايه غريبه شويه، يجي مثلا في مدينه من المدن، ودي قصه حقيقيه على فكره، في مدينة من المدن كان في الكلاب كتير جدا، وما كانوش عارفين في المدينة دي يعيشوا بسبب الكلاب، وكل ما يروحوا مكان يلاقوا كلب، كل ما يروحوا مكان يلاقوا كلب. فرئيس المدينة دي او الراجل اللي هو بتاع المدينة دي المسؤول عنها قال ايه؟ بصوا الموضوع بسيط جدا، احنا نروح نموت كل الكلاب اللي في المدينه ونرتاح. وفعلا بدا الكلاب تموت واحد ورا الثاني، بداوا يموتوا الكلاب واحد ورا الثاني. قوم ايه اللي حصل بقى؟ بعد فتره، بعد حوالي شهرين ثلاثه، لما موتوا كل الكلاب
اكتشفوا ان في مشكلة جديدة ظهرت. ايه المشكلة يا مستر الجديدة اللي ظهرت؟ ان القطط زادت، الكاتس زادت، عدد القطط زاد جدا، وعدد التعابين زاد جدا، وعدد حاجات كتير زادت. الحاجات اللي كان الكلب بياكلها زادت، او اللي الكلب كان بيهاجمها. ما هو الكلب ما بيحبش القطة، يفضل يجري وراها. طيب المهم لقوا القطط زادت، قالوا طب بسيطة نعمل ايه يا رئيس المدينة؟ قال لهم بسيطة، موتوا القطط. فبدأوا يموتوا القطط اللي في المدينة بحالها. بعد ما موتوا القطط وبقوا مبسوطين، رجعوا لقوا مين زاد؟ لقوا الفيران زادت، لان القطط كانت بتاكل الفيران، والفيران خلصت على المحصول كله، ومش عارفين يموتوا الفيران. يعملوا ايه؟ اضطروا ان هم يرجعوا كل حاجه زي ما كانت، يرجعوا القطط تاني ويرجعوا الكلاب تاني علشان البيئه يحصل فيها بالانس. لان عدم وجود عنصر من عناصر الطبيعه في اي مكان بيسبب حاجه اسمها environmental imbalance، اللي هو الديستربنس اللي احنا بنتكلم عنه. طيب عدم التوازن ده او الفاكتورز اوف environmental imbalance ده بيجي منين يا مستر؟ بيجي الاسباب كتير جدا، اهمها المان انترفيرنس، ان الانسان يتدخل. الانسان دايما عمال يبوظ في الطبيعه بصراحه يعني. فاحنا عندنا اسباب من اسباب او الفاكتورز اللي بتاثر على الانفيرمنتال بالانس اللي بتدمر التوازن البيئي. اول حاجه ناتشرال، ناتشرال يعني طبيعي، ان ربنا مثلا يجيب عاصفه او يعمل فيضان او كلام من ده فالبيئه تبوظ. That change in natural climate، يعني الكلايمت نفسه ايه؟ بيبوظ، ماشي؟ طيب ده بيسبب ايه؟ ده بيسبب disappearance of some living organisms، وبيسبب appearance of other living organisms زي ما قلنا. ان بس طبعا اللي احنا حكينا عنه كمان interference بتاع الايه؟ الشخص اللي بيموت الحاجات ده. انما natural change يجي مثلا ايه؟ البحر يقوم داخل على منطقه يبوظها، ففي كائنات كتير بتموت وهكذا. ده بيسبب environmental imbalance، بيسبب environmental imbalance. من اشهر الاكزامبلز على الناتشرال تشينجز الديناصور. الديناصورس او الديناصورس دولت كانت كائنات عايشه على الارض من ملايين السنين. وبيقولوا ان في ناتشرال تشينجز حصلت. الناتشرال تشينجز دي او الكوارث اللي حصلت دي سببت الايه؟ ليد تو اكستنكشن اوف ديناصورز. الديناصورات ماتت. الديناصورات ايه؟ ماتت. يبقى من اشهر الحاجات الايه؟ ديث اوف ديناصورز ده الناتشرال تشينج. طيب المان انترفيرنس، المان انترفيرنس من اسباب دمار الايه؟ البيئه برضو، الانفيرمنتال ايه؟ بالانس. من اسباب الدمار بتاعته ان الانسان يتدخل، ان في سم اكتيفيتيز، ان الانسان يبتدي يتدخل، ان هو يعمل مشاكل زي كاتنج داون تري، ان يقطع الاشجار، ان بيرنينج اوف فورستس، ان يحرق الشجر، ان يعمل بوليوتنج ذا انفايرمنت، يبوظ الانفايرمنت، ان ايرودنج ذا سويل، يقطع او يجرف الارض، يعمل تجريف. الحاجات دي كلها بتعمل disturbance of environmental balance، بتسبب دمار البيئة. لان انت الوقت عندك شجر في غابة، الشجر ده بيعيش عليه قرود وبيعيش عليه عصافير وبيعيش عليه حاجة كتير. لما نقطع الشجرة الكائنات دي تعيش فين؟ فالكائنات دي هتموت. طيب هل بقى ربنا عمل حاجات علشان تحافظ على التوازن البيئي؟ ربنا عمل حاجتين، حاجة اسمها predation وحاجة اسمها sabrophytism. البريديشن يا مستر اللي انت كنت بتشرحه لنا في الدرس اللي فات بيحافظ على البيئة، تخيل ليه بقى؟ لان انت نفترض ان في منطقة معينة عايش فيها الغزال، والغزال ده عمال يكتر 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 ومفيش اي حد بيهاجمه. عدد الغزال ده هيكتر جدا ولا لا؟ هيكتر جدا، وهيخلص على الاكل كله، ولما يخلص على الاكل كله هيموتوا. طيب نفترض ان في اسد،
عايش في الغابة دي، وهو ده بريديتور مش ده بريديشن. فالأسد ده يروح يعمل إيه؟ يروح يهجم على غزالة منهم، فعدد الغزال ينقص، وبعدين تتولد غزالة جديدة مع الأيام فالعدد يزيد شوية. كل ما العدد يزيد الأسد يجي يأكل حبة، كل ما العدد يزيد الأسد يجي يأكل شوية، وبالتالي الأكل اللي متاح في الغابة دي أو في المكان ده يفضل مكفي الغزال طول العمر. ماشي، الأسد بياكل بس الغزالات برضو لاقي الأكل بتاعها. لو الأسد اختفى وساب المكان عدد الغزال هيزيد جدا ومش هيلاقوا أكل ياكلوه. يبقى it has an important role in the environmental balance. It organizes the number of prey. يبقى هنا البريديشن دي بتيجي دايما في الامتحان، يقول لك what is the importance of prediction. It organizes، بينظم the number of prey population، بيظبط او بينظم العدد بتاع بتاع الفرايز. If there were no predator in the ecosystem، لو النظام البيئي ما فيهوش اي بريديتور، زي ما احنا قلنا عدد البري عدد الفريسه هيزيد جدا ومش هيلاقوا اكل. ذا نمبر، ودي دايما وات هابن، واللي وات هابن ذير از نو بريديتور، ذا نمبر اوف بري ويل انكريس، عدد البري ويل انكريس، اند ذا فود ريسورسز بيكم نوت انف، المصادر الاكل مش هتكون كافيه فور بري، سو بريز ويل داي، البريز هتموت. طيب السابروفايتزم، ماشي، keep the environmental balance. ده السابروفايتزم بقى النوع التاني اللي هو فكرة ان يحصل ترمم، او ان مثلا في اكل فايد، الاكل الفايد ده بتيجي السابروفايت تقعد تاكله، او في لا قدر مثلا كائن مات، مثلا في قطة ماتت او في كلب مات، فالقطة اللي ماتت دي هل هتفضل طول العمر كده قدامنا قطة ميتة، ولا لازم تيجي كائنات تاكلها اللي هي الكائنات اللي بتحللها؟ انت حتى لو ماشي في الشارع ولقيت في يوم من الايام قطة ميتة، لو جيت بعد اسبوع مش هتلاقيها، الكائنات الدقيقة دي بتاكلها بتحللها. يبقى السابروفايتزم keep the environmental balance by getting rid of bodies of dead organisms. Number two, recycling the elements، بترجع تاني العناصر للطبيعة تاني، in bodies of dead organisms to the environment، بترجع تاني الغذاء للأرض. يبقى احنا اتكلمنا على الايكو سيستم، هو درس سهل جدا، هو كده خلاص الدرس خلص، درس سهل جدا يعني. اتكلمنا عن الايكو سيستم، ان الايكو سيستم بيكون من living و non-living، وكلمنا ان هو small و large و very large، واتكلمنا بعد كده على الـ environmental balance والـ environmental imbalance، وان اسباب الـ environmental balance او disturbance of environmental balance الـ natural change او الـ man interference. بتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وبكده نكون خلصنا منهج grade 5. وانا مبسوط ان كنت معاكم الترم ده في الشرح، ان شاء الله هيكون في final revision كويسة جدا، وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. لينك الملزمة دي هتلاقيها تحت الفيديو على طول، وان شاء الله نكون مع بعض دايما. بتمنى لكم كل التوفيق مرة تانية. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.